أنا على نية الجلسات تعني إنها جلسة مفتوحة. أما مسألة التصوير هذه، مسألة التصوير دي مسألة إضافية. الآن لا تصور إلا يعني محاكمة واحدة، هي محاكمة المتهمين بانقلاب 89. ما في أي محكمة تانية. السيد نائب الرئيس أمام نفس القاضي، الأخ علي عثمان نائب الرئيس السابق أمام نفس القاضي، لم تصور. كذلك يعني يمكن والي دارفور، وكذلك عبد الباسط، وعدد من ما في أي إجراءات بتاع التصوير تلفزيوني تمت. وبالتالي احنا نعترض على التصوير التلفزيوني وليس على الإعلام ولا على العلنية. والقاضي حكم بعلنية الجلسات. العلنية عندنا في تفسيرنا لا تعني إنه تصور، لأن الصورة دي حتمشي أمريكا وحتمشي سنغافورة وحتمشي العالم كله. ومجرد وجود سيدة يعني هي سيدة السودان الأولى موجودة في قفص الاتهام، ده نفسه خبر، ده نفسه خبر. ودي مسألة حساسة، نحن نفتكر ده كيد سياسي. ما هي ما عندها أي جريمة ولا ارتكبت أي شيء غير إنه زوجها أداها أراضي هدية من حقه، أراضي حقته ما حقته يسأله هو. لكن ده كيد سياسي ومحاولة بتاعة إزلال، ومحاولة من القوى الموجودة اللي هي معروفة بأنها هي قوة بتاعة خصومة سياسية وليست عمل قانوني ولا قضائي. السوداني من الناس وإليهم.